هل يجوز للفتاة أن تتزوج من رجل لا يصلي وهي عاقدة العزم على إقناعه وتحبيب طاعة الله إليه؟ لا يجوز هذا ولا يصح العقد. لا يصح العقد لامرأة مسلمة على رجل لا يصلي، يعني يترك الصلاة متعمدا، لأنه كافر. الله تعالى يقول: لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فلا يصح عقد عقد النكاح للكافر على مسلمة، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. والذي يترك الصلاة متعمدا هذا كافر مرتد. وأما أنها تقول إنها عازمة على أن تراقبه في الصلاة، فهذه أمنية أماني. الواجب أنها تشترط عليه قبل العقد أن يقيم الصلاة، فإذا أقام الصلاة فإنها يعقد لها على الصلاة، أما إذا لم يقيم الصلاة فإنه لا يعقد لها على الصلاة.